ده بلد. حلم ناس كتير، او حلم ناس في النجاح ونصفهم يتحقق فيك. ده بلد. حلم ناس كتير، او حلم ناس في النجاح ونصفهم يتحقق فيك. يا خبر ابيض، يعني بتفوز على مثلك الاهلي. ايوه، اللي هو الصوره اللي انا حاطه طول الوقت في المجلات ومش عارف ايه، وحد معلق صور قدامي. كنت مبسوط كمان اللي حصل بعدها. قلت انا قلت لحضرتك هي خدت معايا خطوات. يمكن في الاول كان الموضوع بالنسبه لي موضوع شخصي جدا. بلاد يعني نفسها تحط رجليها في المكان ده. بلاد عربيه ما كانتش تسمع عن الاسم، اسماء مصريين. الصدى بتاع النجاح نفسه هنا في مصر، والشباب والتليفونات اللي انا ما كنتش متخيل الناس اصلا بتبص عليا. فحسيت قد ايه الموضوع بالنسبه لي مش شخصي. رحت لعبت في امريكا، وكانت اول ماتش ليا في امريكا. الحمد لله ربنا اكرمني وفزت هناك. رحت ورجعت الكويت، ما نزلت مع التيم اللي انا بشتغل فيه. بس رحت اقتحمت بقى معقل اللعبه. انا لسه فاكر اول يوم رحت فيه، يعني اول عقد رعايه من مجله اسمها مجله ستيكس. دي مجله كانت بتتوزع في امريكا وحتى في الدول العربيه. وانا كنت لسه هاوي، وكان ب $1,000، وده كان بالنسبه لي رقم يعني مهول. $1,000 في الشهر؟ كنت مبسوط جدا، يعني ما اقولكش قدر السعاده اللي انا كنت فيها. بعدين لما ربنا اكرم بعد كده، بعدها قعدت سنه بالراتب ده، وبعد كده لعبت. دي كانت 2013 يوم 2013 27/3/2013 27/5/2013 التواريخ. يعني انت اتنقلت بقى نقل كامل من الكويت. رحت امريكا ولا رحت ورجعت؟ ما فيكتور مارتين ده بالنسبه لي الايكونز بتاعي في اللعبه. لسيت امريكا. امريكا فانا رحت لعبت معاه. يا شاء القدير ان انا العب معاه في نفس الماتش وان انا افوز عليه. يا خبر ابيض، يعني اقتحمت بقى معقل اللعبه. انا لسه فاكر اول يوم رحت فيه، يعني جو جديد عليا مختلف. انا ما كنتش بتكلم انجليزي وقتها، فيعني بالنسبه لي حاجه. انا كمان الناس اللي انا بشوفها هي الناس اللي بشوفها في المجلات وبس. بقوا واقفين قدامك. بقوا واقفين قدامي، وكمان كان فيهم اللاعب اللي انا نفسي اشوفه بس في الحقيقه اسلم عليه، كان اسمه فيكتور مارتينيز. ده بالنسبه لي الايكونز بتاعي في اللعبه. ممكن انه يدي اللقب ثم تشوفه واثق من الحكميه حيث لانه ما يدي اللقب، ولكن بالنسبه لي انا الامر مفهوم. كيف ممكن من راسهم جاب وثم تشوفه هنا قال بوب في شاي مستقبلا يصير ممكن يولي وبح ترى حكيت مع ريمو كيف هو حين يسمي حكيت واعره كبيره بالنسبه لي. انا مفهوم جاب ترى الليبرا قدر انه يتغلب على نيكو وولكر. انا صراحه ما كنتش متوقعها، يعني فريمو ديجا طلع على حال الليبرا ما توقعت. في مؤتمر نيكو وولكر في مؤتمر تاني واثق من نفسه انه
غير هانتر هانتر كان ما تقدر أن تكون مكنيك وكان بأسفر ما تعلمك وكان ولكن بالفعل هانتر قدر أنه يتغلب على نيك وولكر. هنا لحظة المنادة على هانتر لبرادا هو عاف راسه وفخور بهذا المركز اللي وصل لي يعني عاف راسه هو اللي غادي في المركز الرابع وفرحان به بزاف أول مرة غادي يحصل على المركز الرابع ثاني مشاركة لي في الدار الأولمبية وباقي تغير في اللايف تقريبا 25 عام. بالنسبة للترتيب ديال التوب 3 كيف ما توقعتش من السابقة المركز الثالث عندنا الذئب الإيراني هادي شوبن. هادي شوبن قدر أنه يجي في الفاينل سن من الطيب غادي من التشكيل المبدئي بزاف أكثر واحد سويتشا يعني تحول من التشكيل المبدئي في الفاينل هو هادي شوبن اللي زي موجة مقطع مقطع في النهار الثاني اللي خلاه أنه يحصل على المركز الثالث ما تشوفوه أكثر واحد ناجح على خشبة مستوى أولمبية هو هادي شوبن في المركز الثالث ومبلغ ديال 100,000 دولار. Remember, this is an accomplishment. They raised the prize money. Here goes $30,000 for first place.
incredible accomplishment. Fourth in the Mr. Olympia his first year out as a professional. Germany's got to be proud of that. It's been a while since Germany's had somebody way up there, and I think he's the latest. He is the latest there, and they produce great athletes. They're really good. I'm really glad to see that Mr. Olympia become such an international event. Oh, yeah, it's crazy. We've got people from everywhere here. We were talking about that earlier. Yeah. Iran, Brazil, Germany. I think they're coming from everywhere. $150,000. هنا لحظة إعلان على الفائز جماعة الخير، وهنا بوب المذيع غادي ينطق الاسم ديال بيج رامي، هو الفائز للمرة الثانية مستر أولمبيا في الوزن المفتوح. تبارك الله عليه وكنهنيه من هذا المنبر. الصراحة فرحنا كاملين لأن بيج رامي ربح. كيف ما كتعرفوا هو عربي من مصر، فرحنا كاملين أنه ادى تبارك الله عليه أكبر تظاهرة ديال كمال الأجسام في العالم، يديها واحد عربي ويبصم الاسم ديالو فيها. تبارك الله عليه. وتحنا كنا استمتعنا بهذه البطولة هذه، حيت حنا فان ديال بادي بيلدينغ كما كتعرفوا،